مساء الخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مكرونه بالتونه او بسلطه التونه. اللي محتاجينه طبعا مكرونه مسلوقه ومصفيينها، خل، علبه تونه، بصل اخضر، زيتون شايلين منه بذر او زيتون حلقات، ليمون. حاجه هنضيف الليمون على التونه، هنضيف الزيتون، هنضيف البصل الاخضر، وممكن نستبدله ببصل عادي، شويه خل، ممكن نضيف فلفل اسود وممكن نستغنى عنه، بس انا كنت نسيت احطه. بالنسبه لي انا احنا بنحب الفلفل الاسود، احط شويه فلفل اسود. هنقلبهم كلهم، ده شكل المكرونة بتاعتنا. اتمنى ان تجربوها، وبالهنا والشفا.